Now please welcome the IChip Vice Director for Student Affairs, Professor Dr. Mohammed Al-Banna. ومع نائب مدير برامج الساعات الدولية لشؤون الطلاب أستاذ دكتور محمد البنا. السلام عليكم جميعا، أنا اسمي دكتور محمد البنا. ممكن تكون هتقابلوني كتير، هنقعد مع بعض طول السنة بنسبة كبيرة، غالبا قابلت حضراتكم كتير واحنا بنعمل ادميشن، يعني في الادميشن وفي المتابعه وفولو اب في ثلاث شخصيات هتقابلوهم كتير قوي ولازم تحفظوا شكلهم واسمهم. منهم انا شخصيا معاكم دايما حتى في حاجاتكم وفي مشاكلكم وفي كل حاجه، دكتور عمرو عثمان وهي بيتكلم لسه بعديه، ده فريشمان كوردينيتور، وكريم موظف شؤون الطلبه، ده اشهر واحد عندنا في الكليه، يعني اي ولي امر من بره بيعمل ايه؟ بيقول لك روح لكريم، في واحد اسمه كريم روح اسألوه. معانا طبعا فريق شؤون طلبه ممتاز ورائع، بس هم بيبقوا مسؤولين كلهم عن كل برنامج. فحضراتكم بما انه حاليا فريشمان، فهو كريم بتاع دخلت فريشمان دي، يعني هي دخلت الاولانيه كده، فدايما هتلاقوا الناس دي اساميها بتردد، فخليكم معانا اسالونا دايما. ده ليه قبل ما اتكلم في اي حاجه، خليكم دايما احنا كده، احنا عندنا خبره في حاجات كتير، بنعرف ننصح الناس كتير، بنعرف يعني لو باذن الله نحل مشاكل لحضراتكم كتير. انا مش هقعد اتكلم كتير هنا كسلايدز، لان انا زي ما قلت لكم احنا معاكم طول السنه، فاحنا اون ذا جراوند مع بعض يعني، ولكن نعدي على حاجات بسيطه كده. يعني واحد طيب، انا بس مجرد بعرف لحضراتكم السيمسترز، لان احنا عندنا في نقطه خلافيه كده، الناس تقول انتوا كنتوا 5 سنين ولما بقيتوا 4 سنين بقيتوا بتدخلوا السمر كترم في الدراسه. الكلام ده مش حقيقي، الحمد لله احنا قدرنا نعمل 4 سنين من غير ما ندخل السمر. فبوضح لحضراتكم ان عند حضرتك 3 سيمسترز، في الفول اللي هو الجاي بالنسبه لحضراتكم ان شاء الله، وفي السبرينج ده اللي بعديه، تمام، وبعد كده عندنا السمر اوبشنال. وانا ما انصحش اي طالب ينزل في السمر الا عند الاحتياج. يعني انا ماشي كويس والدنيا ماشيه معايا تمام، خلصت كورسات بتاعتي، لا السمر ده بتاع حضرتك وبتاعنا، بتاعك انت في انك تريح وتاخد وتتدرب نفسك على حاجات، وبتاعنا بقى في التدريبات، ان احنا عندنا تريننجز وعندنا حاجات بنرفع بيها مهارات وعندنا مسابقات في الاجازه وعندنا فالنتيرنج. يعني احنا لسه في الصيف على فكره، ومع حضراتكم حوالين حضراتكم 30 طالب فالنتير. هي الناس دي جايه في الصيف ليه؟ هي جايه بمزاجها. فاحنا عندنا حاجات كتير بنعملها في الصيف، وبالتالي ما انصحش حد ان يتجه للصيف الا عند اللزوم، وياخد استشارتنا عشان يقدم هل هو اخد حاجه في الصيف ولا لا في الترم الصيفي يعني. طيب ده حاجه اسمها كورس 3، دكتور عمرو عثمان نزلها لكم على البرايفت جروب بتاع فريشمان اللي موجود على الفيسبوك، علشان يعني نوضح لكم يعني ايه كلمه كورس 3. هي الليفلز اللي الترمات اللي حضرتك هتدرسها، زي دكتور محمود ما قال لحضرتك كده، احنا مش بالسنه، احنا بحاجه اسمها يعني ساعات معتمده، في حاجه عندنا اسمها ترم. فهي حضرتك بما انك 4 سنين ان شاء الله، فانت معانا 8 ترمات تخلص فيهم لو انت عايز تخلص في الوقت ده. دي مثلا كورس 3 بتاعت برنامج سي اي اي اللي هو كمبيوتر اللي هو ارتفيشال انتليجنت، على سبيل المثال انا مش هخش في تفاصيل، كل صف هوريزونتال من دول يمثل ترم، كورسات بتاعته كل حاجه. طبعا كان ده موجود في الباي لو، موجود على السايت عندنا بالكامل، بس انا بوضح لحضراتكم انت تبقى فاهم يعني ايه كلمه كورس 3. يعني لما تيجي تقول لي هو انا عايز اسجل كذا او كذا، اقول لك خلي بالك ماس 2 بعد ماس 1. يعني ايه يا دكتور ماس 2؟ يعني لازم تنجح ماس 1 عشان تسجل ماس 2. دي تبان فين؟ تبان هنا، لما تاخد ماس 1 هتلاقي سهم نازل على ماس 2، يبقى لازم انجح هنا عشان اقدر اسجل ايه؟ عشان اقدر اسجل دي. في مواد معتمده على بعضها وفي مواد مش معتمده على بعضها. وعشان كده نصيحه الادفايزر دايما مع حضرتك زي دكتور محمود ودكتور احمد مشكورين ما قالوا، غير طبيعيه، انت محتاجها احتياج غير طبيعي، لان حضرتك ساعات بتكرر حاجات من نفسك. فتكرر حاجات من نفسك دي في منتهى الخطور، لازم تبقى دايما تحت اشراف حد يقول لك لا سجل دي، انا بقول لك اعمل دي دلوقتي، او بقول لك كذا. فخلي بالكم الحته دي، فعلا الشهاده الاكاديمي مش حاجه اختياري، ده مش حاجه كده اوبشنال يعني. طيب دي برضو اكزامبل لحاجه اسمها اكاديميك كالندر، تبقى موجوده على السايت، دي بينا وبين حضراتكم معلنه على السايت للكليه كلها، دي بتاعت السنه اللي فاتت، خدنا كونفرميشن على الجديده ابروفال وخلاص هتنزل، ولما تنزل كلنا ماشيين عليها، ولو حصل تعديل بنعدل عليها. يعني دي مش ممكن نيجي فجاه نضطر نعدل بعض التواريخ احيانا، مفيش مشكله، بس كلنا نتابعها على السايت، لان دي اللي بنبني عليها كل الاحداث بتاعتنا. لو حد من حضراتكم عنده سفر
وحاجز حاجة لازم ينتبه إنه السفر ده يتعرض مع الكالندر ولا لا. فدي لينا كلنا دي ثقافة لازم نكون كلنا موجودين عليها يعني. طيب التسجيل بتاعنا عامة بصفة عامة أنا مش هخش في التفاصيل بس أنا بحكي حاجة بسيطة جدا requirement. لو الجي بي إيه بتاعي دايما أعلى من 3 يعني خلينا نتكلم في الطبيعي، الطبيعي الجي بي إيه بتاعي 2 هو الجي بي إيه ماكسيمم من 4 من 4، لو أنا 2 بيعتبرني كده تمام لأن ده شرط التخرج اللي هو حتى على 70% النجاح في أي مادة من 60% لأن أعمال السنة 60 والفاينل 40. طيب التخرج من 2 اللي هو يمثل 70% يبقى دايما بعتبر حاجة طبيعي نورمال الجي بي إيه بتاعك 2، بس ده مش حلو مش الشاطر ده كده اللي على القد اللي يعني ايه على الحدود تمام. طيب ففي 2 هقول لك سجل مثلا 7 مواد ده اللي انا سامح لك بيه. طب لو انت جايب بقى جي بي اي 3 من اول 3 كده بتكلم مع حضرتك انك شاطر مركز عامل بلاننج كويس عامل تايم مانجمنت وعارف تمشي كويس، وعشان كده قيم نفسك دايما جايب 3 فيما فوق انت كده كويس. طبعا 3.6 فيما فوق انت كده مش كويس، انت كده شخص يعني ايه قربت من السوبر. جايب 4 انت كده يعني ما شاء الله حاجه ثانيه. هو ممكن اجيب 4 في هندسه عين شمس؟ هرد عليكم دلوقتي تمام، بس انا بقول الكلمه دي عشان اقصدها يعني اوكي. فحضرتك في العادي التلاته ليفلز في التسجيل فانتبهوا بقى عشان نركز مع بعض. في النورمال هتسجل عدد معين، لو جبت جي بي اي فوق التلاته هنديك فرصه تسجل ماده زياده لان انت قادر تنظم وقتك ومجهودك. طب لو جبت اقل من 2 لا بنقلل لك ماده، بنقول لك خلي بالك احنا بننظم لك عشان تعرف تنجز وترجع تظبط تاني. فخلي بالكم من الحته دي عشان ما تقفش في طريقكم وانتوا شغالين معانا. بس كده انا عايز اقول الادو دروب ده عشان بس نتعود على كلمات برضو. انا بسجل في اول الترم ممكن اضطر اعمل حاجه اسمها دروب او اضيف ماده في اول اسبوعين عادي جدا بالنسبه لنا ده مسموح اوكي لغايه لما نسكن الناس، حتى بعديها بننزل المصاريف ما بنزلش المصاريف قبل الادو دروب عشان بعد ما كل حاجه استقرت بعد كده لو انا مشيت في الترم ووصلت لغايه فتره معينه وعديت الميد ترم لقيت الدنيا مش حلوه باخد راي الادفايزر بتاعي ما قررش من نفسي اعمل ويز درو ولا لا. هو الميزه الويز درو ده بضطر له احسن من الفيل. لو لا قدر الله لقيت نفسي ممكن ما عديش الماده والوضع صعب ودرجاتي هتبقى وحشه، او لو عديت هنجح بالعافيه وانا مش عايز ابوظ الجي بي بتاعي اخد راي الادفايزر بتاعي. يعني في طالب يجي يحكي لي قصته كده اقول له اعمل ويز درو، وفي طالب تاني يقول له لا ما تعملش كمل وشد حيلك وبعد كده لو جبت درجه مش حلوه يبقى حسن. فالويز درو ايه هو ميزه فلازم ننتبه انها تنفعنا واستغلها. مين اللي هيقول لحضرتك الكلام ده؟ الادفايزر تمام. فخلي بالكم من اللي انا بقوله ده عشان احنا بنبني دلوقتي كده حياتنا مع بعض السنه كلها هتبقى عامله ازاي. طيب ده ترانسكريبت لطالب وطبعا انا مغطي على بياناته حفاظا على الخصوصيه. هل ده طالب واحد يعني يا دكتور؟ يعني عندكم طالب واحد بيجيب 4؟ لا يا فندم احنا عندنا طلبه كتير بيجيب 4 بس ايه انا جبت لكم ترانسكريبت عشان بس ما تقولوش انتوا بتقولوا كلامه خلاص. ده ترانسكريبت لطالب ما شاء الله جايب A و A بلس و A بلس و A و A ماينس. الجي بي اي بتاعه في اول ترم 4 هنا يعني اتهز سنه بقى 3.95. وعلى فكره الطالب ده ما شاء الله السنه دي هيتخرج، مش هقول برنامج ايه بس هيتخرج خلاص اخر سنه ليه، وحاليا هو شغال في شركه وهو لسه ما اتخرجش. طلبه دي طالب؟ لا ده طلبه. عندنا 4 ده ناس كتير. ده ناس كتير ازاي يا دكتور؟ حضرتك عايز تقول لي يعني في ناس بتجيب 100%؟ لا ما انا هرد على حضرتك بقول لك الفور دي بتيجي ازاي. الفور دي مش 100%، الفور دي بقى تعالى نتكلم كده. احنا اتفقنا ان حضرتك من اول 60% ناجح. طيب A بلس و A بص فوق خالص كده A بلس و A من اول 93% انا جايب 4. خلي بالكم قوي من الجدول ده وهنزل لكم على الصفحه بتاعتكم. خلي بالكم من الجدول ده، يعني انا افقد لغايه 7 درجات وابقى جايب 4. ايوه معاك سماحيه تخسر 7 درجات في الماده وتبقى جايب 4. هو ينفع اعمل كده؟ طلبه كتير بتعمل كده. فور ده عادي و3.95 ده عادي وفي و3.8 عادي وحافظ عليه واكمل واحسن ده عادي. عندنا مجموعه طلبه كتير وعشان كده ده بيرد على السؤال هو انا ينفع اخش هندسه عين شمس واجيب امتياز؟ اللي هو سؤالنا بتاع زمان بقى ايامنا احنا لما كنا بالتقديرات. اه طبعا تجيب امتياز ما تجيبش امتياز. دي هو انا ينفع اجيب جي بي 4 وانا في هندسه عين شمس اللي بيحكوا عنها انك لو قلت للدكتور صباح الخير يسقطك، اللي هي السمعه اللي على الانترنت الغريبه دي وان هم بيحبسونا في اوضه الفران وحاجات كده غريبه. انا مش فاهم الكلام ده بيتقال منين تمام. مع الفالنتير هم حوالين حضراتكم بيسالوهم بعد ما نخلص من ورانا قولوا لهم الدكاتره بتعمل معاكم كده؟ ولو بنعمل معاهم كده على فكره ما كانوش في جم وقفوا قصاد حضراتكم النهارده تمام. الحمد لله احنا فريندلي جدا مع الطلبه وهتحسوا بالكلام ده اول ما تحتكوا معانا من النهارده على طول تمام. طيب يبقى حضرتك تقدر تجيب؟ اه تجيب. بس الموضوع عايز ايه؟
اخدم الاسباب اللي هو ايه بقى؟ انظم نفسي، انظم وقتي، التزم بمحاضراتي، واذاكر بانتظام بس، وعيش حياتك الجامعيه عادي جدا، وخش انشطه اكتيفيتي زي دكتور احمد راجب بقى ما هيفرقكم يعني ايه اكتيفيتيز في هندسه عين شمس. ان احنا سمعتنا برضو احنا ما بنعملش حاجه غير المذاكره، لا احنا بنعمل حاجات كتير قوي. دكتور احمد راجب عامل برزنتيشن ممتازه هتشوفوها دلوقتي تعرفوا يعني ايه، يعني ايه اكتيفيتيز. لا احنا عندنا حاجات كتير يا جماعه، انت عيش حياتك العاديه. انت لو جيت قلت لي اصل انا هركز مع المذاكره بس ومش هعمل حاجه ثانيه، اقول لك انا اسف انت كده غلطان. المجتمع وحياتك وسط المجتمع مش مذاكره، انت محتاج تنمي حاجات كتير. فخلي بالكم يا جماعه احنا عايشين عادي خالص، ناس طبيعيه. طيب دي بقى حاجات اللي هي ريليتد يعني لل يعني حاجات اللي هي التفوق، وبالتالي يبقى في خصم على المصاريف من اول 3.6 30 اوائل على الجمهوريه، وهو داخل اصلا بيبقى معاه منحه كامله ومن ثانويه عامه، ودي حاجه جميله احنا عاملينها وعاملين بعض الحاجات الثانيه. وعندنا يعني مرتبه الشرف من 3.3 فيما فوق، يبقى انا من 3.3 انا كده اكني زي اللي جايب امتياز كده في العادي في النظام العادي يعني. الجي اكاديميك ورنينج لو جبت اقل من 2 بيقول لك خد بالك، خلي بالك انت كده نزلت على المستوى الطبيعي، وعشان كده بقلل لك تسجيل ماده عشان خاطر ترجع تحافظ على مستواك تاني. تمام بس كده. طيب نصيحتي ليكم، لان انا هفضل معاكم طبعا اليومين، بس انا هقول كده نصايح دايما كل فتره. نصيحتي ليكم يا جماعه، هو انا نفسي هقول لكم كلمه، انا لما دخلت هندسه عين شمس دخلتها عن حب تماما، وبس عمري ما كنت متارجت ان اجيب امتياز، وقلت لا انا اعيش حياتي. طالب الامتياز بتاع هندسه ده اللي لابس نظاره زي حالاتي كده بس اتخن شويه، وقاعد في اول بنش وما بيسندش ظهره عشان ما ينامش. ده كان انطباعي على فكره عن الطالب، قلت انا مش هبقى كده، انا لازم اكون انسان طبيعي. عشت انسان طبيعي كل حاجه، بس كنت عملت اللي انا قلتهم لكم، بلتزم بالمحاضرات، بتابع، بذاكر بانتظام، وبعمل كل حاجه في الكليه. لقيت نفسي الحمد لله بفضل من ربنا جبت امتياز في سنه اول في اعدادي. انا اتفاجئت اصلا بالامتياز، قلت ايه ده، هو الامتياز ده بيجي كده؟ فعرفت ان عرفت بقى اللي انا بحكي لكم دلوقتي. حضرتك مجرد تعيش حياتك عادي، تنظم وقتك، ترتب نفسك، وده الاخد بالاسباب ان حضرتك بتظبط نفسك وادائك في الحياه، تلاقي نفسك تعرف تجيب امتياز بمنتهى البساطه، اللي هو بالنسبه لنا بقى 4 3.9 3.8 3.6، هات اللي انت عايزه. وخلي بالكم احنا دايما هنا الكليه بتكرم قوي الحته دي، عندنا مؤتمر دولي عملناه السنه اللي فاتت وهنعمله السنه الجايه، لما بنيجي نسلكت طلبه بناخد مين؟ بناخد الناس اللي الجي بي بتاعها عالي. خلي بالكم بقى الحته دي حلوه قوي في الكليه، بيكرم قوي وبيرحب قوي بكل طالب شاطر. فكل حاجه، طب حفله التخرج لو هنعمل دعوات لطلبه هدعو مين؟ هدي مين؟ الطالب الشاطر. فخلي بالكم من الحته دي، فانت دايما خلي ادائك حلو كده في الكليه ليك وللمستقبل، وعشان كمان في الكليه تبقى دايما واخد فرص كويسه جدا. مش هطول عليكم اكتر من كده، انا قلت لكم انا معاكم ان شاء الله في اليومين، لسه قصص ثانيه كتير، فيعني حاجه بسيطه، وان شاء الله ان شاء الله كلكم تخلصوا في 4 سنين بطريقه ممتازه، وتكونوا فعلا سفراء لينا في سوق العمل. شكرا.